البرلمان بيقلب الدنيا وبيتحرك 50 جنيه ننشر التفاصيل وعاجل. المتحدث باسم الجيش المصري يعلن بيان عاجل للمواطنين ننشر التفاصيل وعاجل. جهزوا الشتوي، الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات وعاجل. موعد اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2023 بشأن مصير سعر الفايدة. وتفوق على أبو تريكا، محمد صلاح بيحطم الأرقام القياسية، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وأسعار الطماطم والبصل والخضروات بالأسواق اليوم الجمعة 17/11/2023. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك، عاوزين نوصل في هذا الفيديو ل 2000 و 3000 أعجبني وانتوا قدها. وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نملى التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وتعملوها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، والبرلمان بيقلب الدنيا وبيتحرك بسبب كيلو السكر اللي وصل لخمسين جنيه. تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الأربعاء الماضي لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية حول الارتفاع الكبير في أسعار السكر. أشار أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر. تساءل قاسم هل التصريحات الصادرة عن عدد من المسؤولين باتحادي الصناعات والغرف التجارية أن سبب الارتفاع بيرجع لتلاعب بعض التجار داخل السوق المحلية، كما أن التصدير يعد متحكما رئيسيا في السعر حيث أنه يؤثر على آليات العرض والطلب وبالتالي تتأثر الأسعار، وأن سعر الطن في البورصة يسجل قيمة 24 ألف جنيه للطن وبمقارنة أسعار السوق الحرة فهو زيادة غير مبررة وأمر غير مفهوم. وتساءل النائب أيضا هل اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر سيؤدي لانخفاض أسعاره، وأين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة في مواجهة محتكري مثل هذه السلع الاستراتيجية مثل سلعة السكر التي لا يمكن لجميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء خصوصا الاستغناء عنها. طالب النائب وزير التموين بالتحقيق الفوري في تصريحات مسؤولي الغرف التجارية اللي أكدوا فيها أن المتسبب في ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية هو شركات التعبئة، وبيرجع ده لتلاعب بعض الشركات اللي بتسيطر على أطنان من السكر، وأن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة. طالب قاسم وزير التموين والتجارة الداخلية إذا تم التأكد من هذه التصريحات ومعرفة الشركات المتسببة في رفع أسعار السكر بتطبيق العقوبة، أكد أن ترك مثل هذه السلع الاستراتيجية دون تحديد أسعارها لدى شركات الجملة والتجزئة حتى وصولها للمواطن سيجعل التجار يتحكمون في أسعارها على مزاجهم الخاص. قال النائب محمود قاسم للأسف الشديد فإن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة ومساعد أول وزير التموين أكد في تصريحات له أن بعض التجار بيبدأوا في تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم من أجل توفير مخزون آمن. وتساءل هل هؤلاء التجار لا توجد رقابة عليهم من وزارة التموين والتجارة الداخلية؟ لماذا لا يتم وضع قواعد لتوزيع السكر بالكميات المناسبة على التجار؟ وإذا ثبت قيام بعضهم بتخزين ما يتم توزيعه عليه فيجب تطبيق القانون عليه. المصدر معنا كان من القاهرة 24، يعني نجد أن هناك تحركا من البرلمان المصري بشأن هذه المشكلة التي تعد مشكلة مش صغيرة، مشكلة أن احنا يعني مش لاقين السكر. سعر كيلو السكر وصل لخمسين جنيه، يا سيدي 45 جنيه وما يبقى رخيص ليه؟
45 جنيه في كيلو سكر، ده رقم يعني تاريخي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ولكم التعليق، قولوا لنا يعني سعر كيلو السكر في منطقتك عامل كام؟ ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. المتحدث باسم الجيش المصري بيعلن بيان عاجل للمواطنين. وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ إنه في إطار حرص الجيش على التيسير على المواطنين، تعلن إدارة التجنيد والتعبئة على إمكانية الحصول على الخدمات التجنيدية نموذج 7 جند ونموذج التأجيل الدراسي للطلبة 3/2 جند ونموذج 53 تعبئة. وأكد أن ذلك سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة بالإضافة للخدمات المتوفرة على الموقع. بالنسبة للموقع فهو تجنيد.mod.gov.eg. هقول لحضراتكم السبيلنج، الناس اللي عاوزة تاخد تأجيل للدراسة أو عاوزة تاخد 7 جند أو نموذج 53 تعبئة، هتخش على tagned.mod.gov.eg. طبعا احنا يعني بنرى ان هناك تسهيلات على المواطنين، وطبعا دخول التكنولوجيا في هذا الامر بيسهل الموضوع يعني جدا، بيسهل على المواطن الحصول على الخدمة بشكل سريع ومباشر وبدون ما حضرتك تاخد بعضك وتنزل وتقف عشان تاخد النموذج او التأجيل الدراسة. فده شيء جميل وعظيم جدا. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وننتقل مع بعض الخبر اخر وعاجل. جهزوا الشتوي، الارصاد تحدد موعد ذروة التقلبات. كشف خبراء هيئة الارصاد عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر وحددت موعد ذروة التقلبات الجوية، ونشدت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية للوقوف على تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالنسبة لطقس الأيام القادمة، تتعرض البلد لموجة جديدة من الاضطرابات الجوية اعتبارا من الأحد المقبل. من المتوقع أن نشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرات الجوية للوقوف على تفاصيل حالة الطقس المضطربة التي ستتعرض لها البلاد الأسبوع المقبل. بالنسبة للظواهر الجوية، حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستوجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر لمتر ونص والرياح السطحية شمالية غربية. إما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر لمتر ونص. وبالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 27 الصغرى 19، الزقازيق العظمى 27 الصغرى أيضا 19، إسماعيلية 28 17، شرم الشيخ 30 21، إسكندرية 26 18، والفيوم 27 17، الأقصر وقنا 29 18، أسوان 30 19. المصدر معنا كان من صحيفة صدى البلد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. موعد اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2023 ومصير سعر الفايدة. يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثامن والأخير في 2023 في آخر أيام شهر ديسمبر المقبل، بعد تباطؤ معدل التضخم الأساسي لشهر أكتوبر الماضي
ل 38.1% وفقا للبنك المركزي المصري. بالنسبة لموعد اجتماع البنك المركزي الأخير، يتجه البنك المركزي لعقد اجتماعه الأخير في 2023 لحسم مصير الفايدة في البنوك المصرية مع ثبات معدل الفايدة عند 19.25% لعمليات الإيداع و20.25% لعمليات الإقراض. ورفع البنك المركزي المصري معدل الفايدة بواقع 300 نقطة أساس، ما يعادل نسبة 3% منذ بداية العام، وذلك في اجتماعين، بينما ثبت الفائدة في 5 اجتماعات منذ بداية 23. بالنسبة لتفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري، يسعى كثير من المواطنين لمعرفة تفاصيل اجتماع البنك المركزي المصري بعد تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي ليصل ل 38.1% في أكتوبر، مع ثبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى أقل من 31 جنيه تحديدا عند 30.85 جنيه بالسوق المصرفية الرسمية. تجتمع لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وعددا من مسؤولي البنك لحسم مصير الفايدة بعد تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال أكتوبر الماضي إلى مستوى 38.1%. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتفوق على أبو تريكا محمد صلاح بيحطم الأرقام القياسية. وواصل محمد صلاح تحقيق الأرقام القياسية سواء مع فريق ليفربول أو مع المنتخب الوطني. قاد محمد صلاح منتخب مصر لتحقيق انتصار عريض مساء أمس الخميس على منتخب جيبوتي بنتيجة 6-0 في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وتمكن محمد صلاح وحده من تسجيل 4 أهداف في لقاء اليوم سوبر هاتريك، قبل أن يضيف الثنائي مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه الهدفين الخامس والسادس لمنتخب مصر. بالنسبة لرباعية محمد صلاح، وجي أول هدف في الدقيقة 17، والتاني جي في الدقيقة 22، والتالت جي في الدقيقة 48، والرابع جي في الدقيقة 70. محمد صلاح جاب سوبر هاتريك، يعني إجوان عالمية، وفي الجون بتاع الدقيقة 22 كان ضرب الجزاء. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها صلاح 4 أهداف سوبر هاتريك مع منتخب مصر. وكان أقصى عدد سجله صلاح في مباراة واحدة بقميص منتخب مصر هو 3 أهداف، وذلك في لقاء الفراعنة أمام زيمبابوي عام 2013 ضمن تصفيات كأس العالم 2014، وهي المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 4-2. وبرباعيته أمس أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم، حيث رفع رصيده من الأهداف ل15 هدف في لقاءات تصفيات المونديال، ليتخطى محمد أبو تريكة الذي أحرز 14 هدفا فقط. كما وصل محمد صلاح إلى هدفه الدولي رقم 53 مع منتخب مصر في كل الاستحقاقات، ليصبح على بعد 15 هدف من الهداف التاريخي لمنتخب مصر بشكل عام حسام حسن اللي أحرز 68 هدف بقميص الفراعنة ويحافظ حتى الآن على الصدارة.